لو الحكاية فيها إن فيديو سعر الشوية التمليك هنا في الملك الصالح عاملة كام؟ الشقة الوقت في الملك الصالح التمليك الشقة بتتراوح، كان الأول أيام قبل تعويم الجنيه وقبل الدولار كانت الشقة أغلى شقة كانت 150 و 160 ألف جنيه، النهاردة الشقة داخلة في 400 ألف جنيه. 400 ألف جنيه شقة 90 متر 85 متر 400 ألف جنيه حرام حرام. تيجي عندك لمدينة الفسطاط المدينة الشقة ما دهت كل عن 900 ألف 800 ألف جنيه الشقة، بس حتى تبدأ من 140-170 متر 160 متر حرام يعني. طب يعني المتر تروح كم؟ سعر المتر تروح من كام لكام؟ سعر المتر تروح هنا من 8000 7000. يعني اقل حاجه 7 اعلى حاجه 8000. 7000 8000